طبعا ده الكود اللي انا استخدمته في التصميم، موجود في الكم بحيث ان هو ما يبقاش باين حاجه بارزه لوحدها، يبقى من ضمن التصميم، وموجود عليه الداتا اللي انا حطيتها على الابلكيشن كلها. بنعمله سكان بالطريقه دي، بيبقى معانا الابلكيشن موجود على الموبايل، موجود بثلاث لغات طبعا، بنختار اللغه اللي احنا عايزينها، موجود عنها معلومات بقى عن اساميها وعن عنوانها وعن الفترة اللي ممكن السائح يقضيها جوه المتحف قد ايه، عشان يساعده ان هو مثلا يعمل برنامج سياحي لو هيروح المتحف ده دلوقتي وبعده كذا وبعده كذا، فيبقى عارف ان هو هيقضي وقته ازاي، ومعلومات والتذاكر طبعا سعرها ايه للمصريين والاجانب، ومعلومات عن المكان نفسه بيضم اثار ايه، علشان لو مثلا سائح جاي لوحده جاي مش معاه مرشد سياحي ممكن يستفيد بده ان هو يعرف المعلومات عن الحاجات اللي قدامه.